كل طرق لها مبادئها وعادتها وتقاليدها. يعني من ساعة ما اتوجدنا واللي قبلينا وأبهاتنا وأجدادنا في نفس المكان. الضريح ده والمقام ده لسيد سليمان ده قديم خالص من مدة، يعني احنا اتولدنا ولقيناه. ليلة الجمعة من كل أسبوع بالتعامل حضرة، يوم الخميس المغرب بنيجوا هنا وفي عشاء بنتعشوا وبعدين نروح نصلوا العشاء، بعد ما نرجعوا من صلاة العشاء نعملوا حلقة ذكر. الأول كان بيحضر كم كبير، واخد بالك؟ إنما دلوقتي زي ما أنت شايف يعني حاجات بقى كل ملهية في شغلها، يعني واحد يشوف له طريقة لا والله ولا حاجة. نادر اللي متمسك بالطرق، بقى تندثر شوية شوية. واحنا اتبعناها، في ناس تبعتها في ناس بتنكر عليها. عليها لا يشرب ولا يلين. الله 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 لا إله إلا الله. حضرها واعتز بها رفيها سر العاصين. الله 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 لا إله إلا الله. حضرة زينة نبتغيها رفيها سر العاصين. الله 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 لا إله إلا الله. اللي يتغيب عليها غره إبليس اللعين. زي ما بيقولوا كده، يقولوا كل شيخ له طريقة. يعني الطريقة الجعفرية أناشيد، وفي الطريقة المدنية مثلا حاضرة تحضر، وطريقة السيد عبد السلام ناصب الرياض طريقة بالدف بالبندير. السند والسند بالله ما هي ما لها سند أساس، يعني زي ما تقول يعني كل بلد بعزاها أو بعادتها أو بتقاليدها. يعني يعني مثلا عندك في ليبيا الطريقة بتاعتهم في مقرونة مزمار، وفي الطريقة الجعفرية أناشيد، فما بالك والطريقة دي الطريقة العروسية دي بالدف، ما فيش ولا مزمار ولا في حاجة ذكر. الدف بتاعنا فيه أوتار عشان تبقى صوت، إنما التانيين الدف بتاعهم ملوش أوتار، ده اللي بيفرق.